كنتوا استاذ مات كنتوا بتقولوا قبل كده اصل الدولار، والدولار قلتوا ده احنا بنجيبه من السوق السوداء ب70 وباكتر من 70. الدولار بقى سعره ثابت بقاله فتره. رجعت قلتوا اصل الدولار الجمركي زاد من 30 بقى بحاجه و40. دلوقتي بقت الحجه هي ارتفاع السولار. اقصد اقول ان انتوا طول الوقت الحجج موجوده. لا 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 معلش يا مدام عزه، يعني بعد اذنك، احنا لما كنا بنتكلم على موضوع الدولار ده يعني مش مسمع للدرجه ان برضو قصه الدولار وزياده الاسعار السابقه الخاصه بالعمله يا فندم دي كان ليها حسبه خاصه خالص في وقتها، لكن مع تدخل الحكومه ووجود التدفقات كلنا لاحظنا ان في هدوء ونزول بالاسعار جراديوالي تدريجيا. في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي نزل؟ ايه اللي فيش حاجه نزلت؟ لا لا فندم لا كل لا 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 كان في يا فندم دي ازازه الزيت كيلو ب100 جنيه وكيلو اللبن ب50 جنيه، ايه اللي نزل؟ دي الاسعار دي من ايام ما كنتوا بتجيبوا الدولار من السوق السوداء بحاجه ب70. ده حضرتك شايفه ان في نزول دلوقتي يفرق في الاسعار عن ما قبل تدفقات راس الحكمه والاتفاقيات اللي عملتها الحكومه؟ لا انا مش شايفه الحقيقه. لا لا فندم في هدوء في الاسعار. هدوء في ايه؟ ما احنا بنتناقش هدوء في ايه؟ الفراخ والبيض اسعارها زي ما هي، اللحمه اسعارها زي ما هي، بتتكلم زي ما قلت لك كده علبه اللبن الكيلو بجنيه وكيلو الزيت ب100 جنيه او اقرب من 100 جنيه. فايه اللي نزل؟ يا فندم حضرتك لا يا فندم حضرتك بس يعني نبقى نحدد على للساده المشاهدين الهدف بتاع زياده السولار امبارح. حضرتك بتقولي ان احنا عندنا الشماعات والمبررات على طول، احنا طول الوقت لا لكن احنا دلوقتي في مشكله السولار اللي زاد اللي هياثر على النولون، هياثر بنسبه من 5-7%. موضوع الدولار ليه وقته وليه هدوءه وليه اسعاره اللي مخفضه عن اليومين دول عن الاسعار. اديني قولي مثال كده، قولي مثال وانا معاك، قولي مثال وانا معاك. نزل قولي مثال، قولي مثال. الزيت يا فندم ازازه الزيت نزلت 15-20%، الالبان نازله 10%، الالبان ايه اللي نازله 15%؟ فين ده؟ فين؟ كرتون البيت كرتونة البيت كانت وصلت 210 و215. لا انت انا ما اعرفش جبتوا الارقام دي منين، بس انا بقول لك اسعار الاكل والشرب زي ما هو. يا مدام عزه ازازه الزيت كانت ب 110 وكانت ب 105، النهارده بكام؟ النهارده ب 65 وب 70 جنيه في المبادرات. الخضار والفاكهه، البصل، السكر يا فندم كان بكام؟ مش كان وصل 60؟ النهارده السكر بكام؟ النهارده السكر بنتكلم في 40 و27 و25 يعني في تفاوت في الاسعار عن ما كان 60 و65. دول بقى الاسعار اللي حضرتك قلتها، الاسعار اللي حضرتك قلتها دي هتزيد بقى من 5-10%. يعني احنا بنتكلم على قيمه النولون اللي ممكن يسمع في الاسعار اللي في المنتجات اللي بيتم نقلها سواء اكل شرب مستلزمات انتاج خامات وات ايفر اي حاجه لازم هتزيد بنسب متفاوته حسب الصنف وحسب المسافات من 5 ل 10 11 12%. اشكرك فندم، شكرا جزيلا. اشكرك استاذ مدبشي.